حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثامنة. لو تحدثنا عن أهمية زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين، وكيف تصف العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ إن زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية في ظل التطورات الكبرى التي يشهدها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي، وخاصة في هذا الوقت بالذات وبعد انعقاد القمة العربية في مملكة البحرين، دليل على حرص جلالة الملك على نقل مواقف الدول العربية تجاه هذه التطورات، لا سيما أن هذه الزيارة ولقاء جلالة الملك بفخامة الرئيس الصيني تأتي بعد فترة وجيزة من الزيارة التاريخية التي قام بها جلالته لجمهورية روسيا الاتحادية، والتي التقى فيها فخامة الرئيس الروسي، وهو ما يبين حكمة جلالة الملك المعظم وحرصه على لقاء زعماء الدول العظمى والوقوف على آرائهم والتشاور معهم حول مختلف القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية التي تناولتها قمة البحرين، والتأكد من نقل الصورة الكاملة والواضحة عن الموقف العربي تجاه مجمل القضايا المطروحة على الساحة الدولية. كما لا يمكن أن نغفل الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة، حيث يشكل لقاء جلالة الملك المعظم بفخامة الرئيس الصيني فرصة إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة استراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، يحقق الطرفان منها الفوائد المرجوة، وهو بالطبع ما سينعكس لدينا في مملكة البحرين بمزيد من النمو في مصادر الدخل غير النفطية، إلى جانب زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية. وأرى هذه الزيارة ستحقق زخما كبيرا للاقتصاد الوطني، وتشجع المستثمرين الصينيين لإقامة استثمارات مناسبة ومتوافقة مع الخطة الاقتصادية لمملكة البحرين. فمملكة البحرين تعد بحكم موقعها الاستراتيجي محطا للعديد من الشركات الصينية الكبرى، والتي بإمكانها اتخاذ البحرين مركزا لتصدير منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط وباقي القارات. فهذه الزيارة بلا شك تخدم مسارات التنمية والتطوير المشترك، كما أنها تشكل إضافة مهمة إلى مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وتصب في أهداف مملكة البحرين ودعوتها إلى نشر السلام والاستقرار. نعم سعادة السيد رضا فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.